السلام عليكم اخوان، كيف راكم؟ معكم قناه اخوكم الكرو الزيدي زكريا من المغرب في موضوع جديد. اليوم الموضوع الاخوان في التلفاز انيوتيك، يعني شغال ولكن يعني تمرر له فيرموير بالخطا. كما تلاحظون هذا هو الجهاز كيف اصبح، يعني كما هو انيوتيك اصبح عالقا على هذا المشكل، يعني التقلب في الالوان كما تلاحظون. يعني مشكل الاخوان هو تمرر ليه فيرموير ليس مناسب له، فيرموير يتمرر ليه هو ديال فولاجتي، يعني رغم نفس البوردة رقم البوردة هذا، ولكن المشكل فيرموير اللي تمرر ليه هو فيرموير ديال فولاجتي غي نورمال. غنحاولوا يعني نفتحوا التلفاز الاخوان ونفهموا كيفاش. الاخوان كما كتشوفوا رقم البوردة هو هذا الاخوان، وهذا هو الجهاز من الداخل، يعني كما كتلاحظون يعني نورمال، يعني ماشي ليس فول اتش دي هنايا، ليس فول اتش دي. فلهذا ان شاء الله غنحاولوا نمرروا الفيرموير المناسب له للتلفاز نفس البوردة وفي نفس بانيل اللي هو 320، يعني تلفاز عادي ليس كما يقال فول اتش دي، ونشوفوا النتيجة. يعني بعد وضع الاخوان فيرموير المناسب لهذا الجهاز، يعني مطابق للرقم بوردة ورقم البانيل، الآن سنقوم بتمرير له فيرموير وإن شاء الله نتمنى خير. كما تلاحظون الآن عملية تمرير فيرموير الآن كما تلاحظون. الآن ننتظر الإخوان حتى يكتمل. لا نقوم بشيء الإخوان، لا نفصل الكهرباء لا شيء، ننتظر حتى يكتمل وتشتعل الباك لايت إن شاء الله، نتمنى الخير إن شاء الله. لا نقوم بشيء، نتركه على حاله حتى يكتمل. سأعود إليكم لكي لا أطيل عليكم الإخوان. بالنسبة للموديل ديال التلفاز الإخوان هو هذا، هو هذا يا اخوان كما تلاحظون، انيوتيك 32 اف 1 دي. وهنا الاخوان نلاحظ واميد، هنا الواميد عفوا ليس هنا الاخوان عمليه، اي الاخوان كما تلاحظوا هنا عمليه التمرير، علم بان فيرموير يقوم بالعمليه الصحيحه او عمليه التمرير الجهاز كما تلاحظوا واميد. ننتظر الاخوان ونلاحظ النتيجه ان شاء الله، ساعود اليكم. الان الاخوان كما نلاحظ اشتعل الباك لايت، حذفنا اليو اس بي لكي لا يقوم باعاده البوت. الان سنعيد التلفاز، نقلبه ونلاحظ ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.